سيبقى العالم مليئا بالأسرار التي مهما ظن البشر أنهم عرفوها سيظلون كمن يحاول قبض الريح. فالعالم والكون لديه دائما الكثير من الأسرار التي سيظل البشر يتعرفون على جزء بسيط منها مهما زادت التكنولوجيا والتقدم. اليوم سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل إليها البشر في السنوات الأخيرة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. استخبارات الإشارات. قامت الحرب الروسية اليابانية ما بين عامي 1904 و1905 بين الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية اليابان بسبب طموحات الدولتين التنافسية في منشوريا وكوريا. كانت أهم مسارح العمليات شبه جزيرة اليودونغ وموكدن في منشوريا الجنوبية والبحار المحيطة بكوريا واليابان والبحر الأصفر. وتم استخدام أول اعتراض لاسلكي في التاريخ أثناء هذه الحرب باستخدام ما يعرف باستخبارات الإشارات. استخبارات الإشارات هي عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق اعتراض الإشارات، سواء تلك المتعلقة بالاتصالات البعدية بين الناس والتي تعرف باستخبارات الاتصالات، أو الإشارات الكهربية غير المتعلقة مباشرة بالاتصالات البعدية والمعروفة بالاستخبارات الكهربية. تعتبر استخبارات الإشارات مجموعة جزئية من إدارة جمع المعلومات الاستخباراتية، وعادة ما يتم تشفير المعلومات الحساسة التي يتم تحليلها لكشف ماهيتها ومحتواها. وتحليل حركة المرور هي دراسة تبادل الإشارات وكمها، وأيضا يمكن استعمال تحليل حركة المرور لاستخلاص المعلومات المشفرة. ظهرت الاعتراضات الإلكترونية في وقت مبكر من عام 1900 خلال حرب البوير بين عام 1899 و1902. قامت البحرية الملكية البريطانية بتركيب أجهزة لاسلكية أنتجها ماركوني على متن سفنهم في أواخر تسعينات القرن التاسع عشر. واستخدم الجيش البريطاني بعض التأشير اللاسلكي المحدود. استولى البوير على بعض الأجهزة اللاسلكية واستخدموها لإجراء عمليات إرسال حيوية، نظرا لأن البريطانيين كانوا الوحيدين الذين يرسلون في ذلك الوقت، ولم يكن هناك حاجة إلى تفسير خاص للإشارات التي اعترضها البريطانيون. يعود تاريخ ولادة استخبارات الإشارات بالمعنى الحديث إلى الحرب الروسية اليابانية بين 1904 و1905 مع استعداد الأسطول الروسي للصراع مع اليابان. عام 1904 اعترضت السفينة البريطانية HMS ديانا المتمركزة في قناة السويس الإشارات اللاسلكية للبحرية الروسية المرسلة لتحريك الأسطول، ولأول مرة في التاريخ. راديو UVB 76. في عام 1982 تم التقاط إشارات راديو على الموجات القصيرة. هذا الراديو تمت تسميته UVB 76، ويستمر إلى اليوم في إرسال إشارات غريبة. تبث هذه المحطة الإذاعية على التردد 4625 هرتز، ويمكن أن نسمع من خلال البث طنينا غريبا بمعدل 25 مرة في الدقيقة الواحدة. هذا الطنين يستمر طوال اليوم وتقريبا لم يتوقف أبدا. حصلت محطة UVB 76 على لقب الطنان بسبب هذا الصوت المميز. كان التفسير المحتمل لهذا الضجيج في البداية أنه مجرد ميكروفون وضع أمام مكبر الصوت، مما من شأنه أن يولد هذا الطنين، ولكن المحطة لا يصدر منها غير هذا الطنين، والواقع أن المحطة تنقل رسالة غريبة. في أواخر عام 2010، مجموعة من المستكشفين ومهندسي الذبذبات تمكنت من تحديد موقع بث إشارات الراديو عن طريق تقنية تثبيت الإشارة، وكان الإرسال يتم في بافاروفو، بلدة صغيرة شمال موسكو. بتحولهم إلى الموقع وجدوا قاعدة عسكرية سابقة، ولكنها لا تحتوي إلا على غرف فارغة ولم يجدوا أي شيء آخر.
عن طريق الذهاب إلى سكان القرية قالوا أنه في إحدى الليالي تم إخلاء القاعدة بأكملها في أقل من ساعة ونصف، وأنه من وقتها لم يتواجد أي أحد في ذلك الموقع. على الرغم من المحاولات العديدة لم يتم العثور على الموقع الجديد لمحطة الإرسال أبداً. ما هو الهدف من محطة UVB-76؟ افتراضات مختلفة طرحت، من بينها أنها تجربة لقياس التغيرات في الغلاف الأيوني، والترددات المرسلة متعمدة لذلك الغرض. ولكن لماذا تجرى تجارب بريئة كهذه في قاعدة عسكرية وبهذه السرية؟ والبعض الآخر يرى أنها إشارات عسكرية، وهي نوع من نظام الاتصالات المشفرة التي تخدم أغراضاً عسكرية، والرسائل الملتقطة هي رسائل مشفرة. نظريات أخرى أكثر عنفاً تتحدث عن نظام للإعلان عن نهاية العالم، والبعض الآخر يرى أنها شبكات تجسسية أو حتى اتصالات مع الفضائيين. آنا مونتيس. تعتبر هذه الفتاة الأمريكية أغرب جاسوسة عرفها التاريخ. سبب الغرابة يكمن في أنها تطوعت للتجسس، فقد تجسست مجاناً وسربت أسراراً قومية إلى الحكومة الكوبية. هذه الفتاة التي لم تطرف عيناها ندماً بل قالت أمام القاضي: تورطت في هذا النشاط الذي قادني في النهاية للمثول أمامكم لأنني كنت أمتثل لصوت الضمير داخلي لا القانون الذي تعيشون عليه. كانت الفتاة آنا مونتيس تعيش حياتها على الطريقة الأمريكية العادية المألوفة، فقد ولدت في ألمانيا لأب يعمل طبيباً نفسياً في الجيش الأمريكي ألبرتو مونتيس، والأم إيميليا مونتيس، وكانت من أشد مؤيدي حقوق الشعوب اللاتينية في الأمريكيتين، والأسرة كلها تمتد جذورها إلى أصول بورتوريكية. كانت تعيش في ضواحي كانساس ثم انتقلت لتستقر في ميريلاند، حيث التحقت بأفضل المدارس هنا وهناك، إلى أن التحقت بالدراسة الجامعية ومنها إلى الجيش الأمريكي، وتحديداً بوكالة الاستخبارات العسكرية DIA التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. بعد أيام من وقوع أحداث 11 سبتمبر، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالية القبض عليها، وأمام المحكمة وجهت إليها تهمة التخابر مع دولة أجنبية، حيث أثبتت عليها تهمة تسريب أسرار قومية إلى الحكومة الكوبية. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.